السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الصناعي يعتبر عملاق انطلق من الكومكوم بتاعه. الذكاء الصناعي بدأ امتى؟ الذكاء الصناعي مش بدأ السنة دي ولا السنة اللي فاتت، الذكاء الصناعي بدأ من بداية اختراع الكمبيوتر. لأن هم بيخترعوا الكمبيوتر، هو هدفهم الذكاء الصناعي، هدفهم إنهم يخترعوا حاجة هي اللي تفكر. وكان الكلام ده أيام الحرب العالمية التانية، يعني بداية الكمبيوتر وبداية الذكاء الصناعي قبل الحرب العالمية التانية. كان في شفرة الألمان بيعملوها، فهم كانوا عايزين، الأمريكان والبريطانيين بيدوروا على حاجة ذكية تفك الشفره دي لانها كانت بتتغير كل يوم. فدي بدايه الذكاء الاصطناعي. لكن حاليا حصل تطور كبير جدا. حصل ان في ذكاء اصطناعي كان موجود في المختبرات، اللي حصل ان هو طلع من المختبر، طلع من العملاق او المارد او الجني، طلع من المصباح بتاعه. فهي دي الفكره. هل ليه تاثير ايجابي وتاثير سلبي؟ ليه تاثير سلبي. التقديرات بتقول ان البصمه الكربونيه عشان ندرب ذكاء اصطناعي واحد بيصل ل 284 طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون. ده عشان تحس بيه، 5 اضعاف انبعاث متوسط عمر السياره. العربيه مثلا بتقعد كام سنه؟ 10 سنين 15 سنه. المتوسط ده قد 5 مرات. طيب ده التاثير السلبي. وفي تاثير ايجابي. خلينا نشوف ايه هي التنميه المستدامه، ونبدا ان احنا نفكر ازاي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي. يعني اصبح في تطور. يعني في، ما ينفعش اقول للطالب اعمل لي بحث عن تاريخ كذا، ما هو هيعمل سيرش على جوجل هيجيبها. ودلوقتي اصبح الذكاء الصناعي بيجيبها لي، فانا لازم استغل الامكانيات اللي عند الطالب. يعني لو انا بدي له بحث مثلا، بقول له اجمع لي واطرح لي الارقام دي، وهو معاه آلة حاسبة، يبقى مفيش حاجه استفاده. انما ان انا اديها له بقى في صيغه مكتوبه وهو يحولها لارقام، كده احنا بدانا نفهم بعض، او بدانا ندي له منهج يخليه ان هو يفكر. لازم المنهج يتغير، والا هيبقى فيه نوع من انواع التطور في الذكاء الاصطناعي وتدهور في الذكاء الطبيعي. طيب خلينا نشوف الناس اللي هم التنميه المستدامه مركزين على ايه. طبعا في اللي هم 17 هدف. اول حاجه القضاء على الفقر، ده بيعاني منه 836 مليون شخص على مستوى العالم. وفي عدد كبير جدا بيعاني بدرجات مختلفه من الفقر. فاحنا محتاجين تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعدنا في زياده انتاجيه الارض الزراعيه. لو اديتك فدان ممكن تطلع منه قد ايه؟ وازاي بالذكاء الاصطناعي نستغل ان احنا نشوف افكار ممكن تزرع على 3-4 مستويات، تعمل اي حاجه بحيث ان انت تزود الانتاجيه بتاعت الارض بتاعتك. نوفر الكهرباء من خلال الشبكات الذكيه سمارت جريد، نوفر الفاقد في الميه. ده كل ده هيزود في زياده الانتاج، وبالتالي زياده حصه الاشخاص من الناتج العالمي. فاحنا محتاجين ان احنا نستخدم الذكاء الصناعي في اهداف الزراعه واهداف الميه واهداف الطاقه. لان انهاء الجوع ده الهدف الثاني، احنا عايزين القضاء التام على الجوع، تنميه الزراعه. فمحتاجين نستخدم انترنت الاشياء، فمحتاجين ان احنا نستخدم انترنت الاشياء في ان احنا نوفر في التكلفه، نزود كفاءه المزروعات، نحلل البيانات باستخدام الذكاء الصناعي، نتحكم في مواعيد الري وكميه الميه ووقت التسميد ونوع السماد، كل دوت عشان نزود انتاجيه الاراضي الزراعيه. ممكن الذكاء الصناعي يدرس لنا الاراضي كلها، وده انا جربته من خلال الاوبن ستريت ماب، وفي جزء من الذكاء الصناعي اسمه رابيد بيساعدني ان انا اوتوماتيك هو بيعرف الطرق والحاجات دي كلها. فممكن من خلال الذكاء الاصطناعي ندرس موقع الارض الزراعيه والمساحه، ونحدد ايه المزروعات لكل منطقه، بحيث ان احنا نحصل على افضل محصول من حيث الكميه والجوده. طيب ندخل بقى على الهدف الثالث، اللي هو ضمان صحه الحياه الصحيه للناس، كافه الاعمار. الذكاء الاصطناعي طبعا بيقدر يشخص المرض قبل ما يحصل بكتير. يعني في بحث كده حوالين اني ادق في التشخيص، الذكاء الطبيعي ولا الذكاء الصناعي، الطبيب اللي عنده خبره ولا الذكاء الصناعي. الطبيب بيتفوق في حاجات كتيرة، لكن الذكاء الصناعي بيتفوق ان هو ممكن يشخص المرض قبل ما تبدا، يعني لسه بدايه الاعراض، فيبدا ان هو يستنتج بشكل رهيب ان لا، في احتماليه اصابه بالسرطان بعد 2-3 سنين، في احتماليه السكر، فنقدر نعالج الحاجه قبل ما تحصل. تمام. زائد في السمارت واتش، الساعه بتراقب النبض والضغط وتنبه الدكتور والاسعاف، وممكن تتصل بالاسعاف الحاجات ديت. وحاليا شركه ابل من يومين تقريبا اعلنت انها تقدر تقيس السكر من غير دبوس والحاجات دي كلها. خلاص بقى الموضوع بقى انت لابس الساعه، خلاص هي بتحلل السكر. وطبعا كانت منظمه الصحه العالميه يعني متخوفه الموضوع، لكن
ان شاء الله يبداوا ان هم يعتمدوها باذن الله. ده يعني خبر حلو للناس كلها. الهدف الرابع اللي هو التعليم الجيد، فالذكاء الصناعي اكيد هيفيدنا في القصه دي، ان هو يعلم الطالب ويغير المعلومات اللي عنده، ان هو يتغير التفكير بتاعه. الموضوع ده هيفرق كتير جدا في موضوع التعليم، يعني احنا محتاجين نتكلم عن الذكاء الصناعي في التعليم لوحده 5 ساعات، ازاي ان هو هيطور، ازاي ان هو يعني محتاج ان هو الدكتور او المدرس يشرح له ازاي يستخدم شات جي بي تي، وازاي ان هو يحصل على اعلى نتائج من خلاله. طيب ايه الهدف الخامس؟ تحقيق المساواه بين الجنسين. فما فيش اجابه واضحه على الموضوع ده، مش عايزين ندخل في مشاكل، لكن ممكن نتكلم على ان هو يبقى محايد لما بيجي يعين الناس في قلب الشركه. الهدف السادس اللي هو ضمان وصول ماء صحيه وصالحه للشرب للجميع بدون تفرقه، زي مثلا في الزراعه عايزين نقلل استهلاك المياه المستخدمه في الري وتوزيع المياه بحيث نقلل الفوقد. الهدف السادس ان انا اضمن وصول مياه صحيه وصالحه للشرب للجميع بدون تفرقه، بحيث ان احنا نقدر نتنبأ بالفيضان بالامطار والدوله تقدر تستفاد منها قدر الامكان. الهدف السابع ده هو الحصول على مصادر للطاقه بسعر مناسب للجميع، زي مثلا فكره المايه، فهنعمل شبكات توزيع للكهرباء فيها كفاءه وتقليل الطاقه المهدره. طيب الهدف الثامن هو خاص بنمو الاقتصاد والعمل اللائق. فالذكاء الصناعي بيتسبب في ان هو بياخد وظائف من الناس، لكن هو بيخلق وظائف جديده. فمحتاجين ان احنا ندرب الناس على البرمجه وندربهم على ان هم يتعاملوا ويتعاونوا بالذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ممكن تشتغل معاه، تبقى في دمج بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي. طيب الهدف التاسع كان بيتكلم عن الصناعه والابتكار والهياك الاساسيه اللي هي بنيه تحتيه قويه ومرنه تشجع الصناعه، ده احنا لازم نسعى ليه. الهدف العاشر تقليل الفروق في الثروه والدخل بين الدول وبين الاشخاص. احنا محتاجين في كل دوله او لحد من اوجه عدم المساواة، ما يبقاش في شخص غني زيادة عن اللزوم بحيث ان هو يقدر يشتري مواطن اخر، ولا مواطن يكون فقير زيادة عن اللزوم فيضطر ان هو يبيع نفسه لشخص اخر. دي اللي احنا من الاهداف اللي احنا لازم ان احنا نحطها في عيوننا، احنا بنقلل الفروق بين الدول وبنحاول نخلي فيه تنمية مستدامة. الهدف الحادي عشر هو المدن الذكية، كان عملنا محاضرة كاملة ازاي المدن تبقى ذكية، ازاي المدن والقرى وجميع المستعمرات تبقى فيها صالحة للعيش وآمنة، والذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا في الموضوع دوت، ويقدر يعمل أتمتة للأشياء، يساعدنا في تخطيط المدن، في تصميم اتجاهات الشوارع عشان نخفف الاختناقات المرورية مثلا. الهدف الثاني عشر ده ان احنا نخلي فيه توازن في الاستهلاك والانتاج، وده بيحصل زي مثلا في مصادر الطاقه والميه والمنتجات الزراعيه، والذكاء الصناعي ممكن يتنبأ ان في استهلاك هيحصل بعد فتره فالدوله توفره قبل ما تحصل مشكله. الهدف الثالث عشر اللي هو التغير المناخي، واحنا شفنا الكوب 27 اللي كان موجود في مصر، الدول كلها مهتميه بالقصه دي. الذكاء الصناعي بيستخدم عشان يعمل برمجيات محاكاه شديد الدقه للنظام المناخي، ده بيساعد ان الدول تعرف ازاي تقلل انتاج ثاني اكسيد الكربون اللي هو مسؤول عن الاحتباس الحراري وهكذا. طيب الهدف الرابع عشر اللي هي الحياه تحت الماء، احنا مش عايزين نعيش تحت الميه، لا، الحياه بتاعت الاسماك نقلل التلوث اللي موجود فيها. فالذكاء الصناعي بيساعدنا ان هو يراقب التلوث المسطحات المائيه ويستخدم محاكاه بحيث ان هو يتنبأ اذا كانت في مشكله هتحصل قريب ولا مفيش مشاكل. الهدف الخامس عشر كان عباره عن الحياه في البر، المحافظه على الغابات ومقاومه الصحر وعدم الاخلال بالتنوع البيولوجي، وده ممكن من خلال زي ما شفنا الاوبن ستريت ماب مع خرائط صور جويه متابعه الحياه البريه في الغابات والصحراء، وتعرف على اي اختلال والتنبؤ به عشان نقدر ناخد خطوات مهمه لمعالجه هذا الاختلال. طيب الهدف السادس عشر اللي هو بناء مجتمعات تعيش فيه سلام، وبنقدر ان احنا نقاوم الجرائم السيبرانيه. والهدف السابع عشر تنشيط الشراكه العالميه بين اجل التنميه المستدامه، ده هدف عام، وممكن نقعد نسال الذكاء الصناعي ازاي ان احنا نتعاون معاه في حاجه زي كده.
فالذكاء الصناعي من اجل التنميه المستدامه بيتعاون معانا في نقط كتيره جدا، نقدر نساله حتى في بقيه النقط انت هتفيدنا ازاي في القصه دي، وهو يقدر ان هو يتفاعل معانا ويجاوب معانا. يعني هيساعدنا ازاي ان احنا ندير بحكمه الموارد الطبيعيه المتاحه بشكل يخلي فيه رخاء اقتصادي ورخاء اجتماعي وتحقيق الاحتياجات المائيه للاجيال الحاليه والمقبله. فمفروض ان المكاسب الاقتصاديه اللي بيحققها الذكاء الصناعي ديت تزيد. وفكره التنميه المستدامه على فكره بتختلف، يعني في دول يعني متقدمه ودول مش متقدمه. فالدول المتقدمه عندها هدف ان هي تعمل خفض استهلاك الطاقه والموارد، الدول غير المتقدمه بتقول لك انا عايز اعرف يعني ايه، عايز اتوظف الموارد عشان تحد من الفقر. انا مش بنغط حد، بس ده هدف مختلف في بعض الدول. على الصعيد الاجتماعي والانساني بنحاول ان احنا نعمل استقرار للنمو السكاني ورفع مستوى الخدمات التعليميه والصحيه خصوصا في الارياف. على الصعيد البيئي حمايه الموارد البيئيه والاستخدام العقلاني والامثل للاراضي الزراعيه وخصوصا الموارد المائيه، لان اغلب الدول عندها المشكله ديت وبيعاني منها في مصر للاسف. على الصعيد التكنولوجي نقل المجتمع لعصر الصناعات النظيفه غير مناصره للبيئه اللي بتستخدم تكنولوجيا منظفه للبيئه، ودي بتنتج الحد الادنى من الغازات الملوثه والحامسه الحراره وتدرب طبقه الاوزون. طيب ايه التحديات اللي هتواجهنا لما نحن نتعامل مع انظمه معقده او بيج داتا؟ وطبعا الدول المتقدمه ونخص امريكا والصين عندها التكنولوجيا الكافيه انها تتعامل مع كميه داتا كبيره جدا وتقدر انها تستفاد منها. الدول الثانيه محتاجه انها توجد حلول، وكل الحلول دي غير مكلفه. عندنا تحديات رئيسيه زي مثلا المساحه الكبيره، عدم اليقين، ممكن يكون في عندك معلومات كتيره ومتضاربه، التفضيلات والمرافق، محتاجين ان احنا يعني الموضوع محتاج ان الموضوع اختلف، بدل ما كان ما فيش معلومات، لا في معلومات، لكن اني معلومات اللي انت محتاجها. تمام، يمكن حتى في الاوبن ستريت ماب لما بدانا اشتغلنا عليه بقى في ميزه ان اغلب الفلاحين في دول افريقيا، في كينيا، في جنوب افريقيا، بقى عندهم موبايلات، فممكن احنا نديهم معلومات هم يقدروا مثلا في اي مكان يعرف اقرب مكان فيه ميه للحيوانات وكده، يقدر ان هو ياخدهم من مكان لمكان. وطبعا الاوبن ستريت ماب من الحاجات اللي مفيده جدا، لان الحلول ساعات بتحتاج ان احنا نبقى عارفين الخريطه عامله ازاي، سواء في الزراعه، في الري، في الميه، في الحاجات دي كلها. فاصبح دلوقتي صور الاقمار الصناعيه منخفضه تقريبا، منخفضه تكلفه عكس زمان. عندنا معلومات كتيره لكن ممكن تكون الدقه متضاربه، فلازم يكون في الاستشاره عن بعد نستغله بشكل حلو. الموبايلات نقدر نصور اماكن معينه ونتبادل معلومات بحيث ان عارفين اخر ابديتد، يعني محتاجين بالذات مثلا لما يكون في زلازل، في مشاكل، في الحاجات دي كلها، يكون في شبكه عصبيه تلالفيه للسي ان ان تقدر انها تحلل البيانات اللي جايه من الاقمار الصناعيه المختلفه سواء بالنهار او بالليل، وتقدر انها تحللها وانها تديني صور اكثر وضوحا عشان تساعدنا في اتخاذ القرار. يمكن الموضوع ده زاد اهميته بالذات في الزلزال التركي الاخير. وفي تقنيه احنا بنستخدمها في الاوبن ستريت ماب اللي هي رابيد، RAPID، ده نوع من الذكاء الاصطناعي، هي مطوره من قبل فيسبوك وبتتعاون مع ايزري ومع مايكروسوفت، بحيث انها بتعدل وتديك تخمينات معينه، بترسم لك مثلا ان ده بيت، ده نقطه معينه، ده شارع، وانت تبدا تتعامل معاها بعد ما تتاكد ان المعلومات دي صح ولا لا. اول ميزه انها اوبن سورس، فمفتوحه المصدر، مجانيه، نقدر احنا نشتغل بيها بحيث انها تساعدنا في اتخاذ القرار. ده نوع من انواع الذكاء الصناعي اللي الواحد يحتاج بيه بشكل مباشر. وفي ادوات مثلا، في المهم للشخص النهائي، يعني مش كمطورين، لا كواحد مثلا معاه موبايل يفتح فبيلاقي في تطبيق اسمه بلانت تكس، BLANTIX. ده بيعمل ايه؟ ده لو انت عندك اي نباتات وظهر اي حاجه غريبه، مجرد ان انت تصوره هو اوتوماتيك بيحللها ويقول لك نوع المرض ده ايه وتعمل ايه العلاج عشان تعالج المرض دوت. فاصبح من غير ما تروح الوحده الصحيه او تقدر ان انت تجد حلول للمشاكل اللي موجوده. زائد في تطبيقات كتيره جدا خاصه بالسامسونج كربون مثلا، على اساس لو في اي مشاكل موجوده يبدا ان هو ينبهك
طيب بالنسبة مثلا لجوجل، جوجل بدأت توجد حلول عشان تكلفة الطاقة للتبريد، هي يعني عندها سيرفرات كتير قوي، السيرفرات ديت بتحتاج طاقة رهيبة عشان تقلل التبريد، فهما بدأ إن هو يستخدم الذكاء الصناعي عشان يحسن تنبؤ الطقس ويخلي في دقة، وإزاي إن هما يسيطروا وإزاي إن هما يخفضوا التكلفة بتاعة التبريد، لأن بنحتاج إن أنت مثلا عشان تبرد مبنى بتحتاج تستهلك طاقة كتير، وتحتاج إن أنت تطلع غازات مضرة بالبيئة، فإحنا بنحاول إن إحنا نقلل الانبعاثات اللي بتحصل ديت، وعشان نقللها لازم نكون دارسينها كويس ونحللها كويس ونشوف إزاي إن إحنا نقدر نتحكم فيها. حتى الـ IBM عاملة نظام Environmental Intelligence Suite بيعمل مراقبة للظروف البيئية المدمرة زي طقس قاسي أو حرائق غابات أو فيضانات أو جودة هواء، وأول ما يلاقي مشكلة يبعت تنبيهات ويتوقع الآثار المحتملة لتغير المناخ وينبهنا ليها، بحيث قبل ما يحصل المشكلة ممكن سنة نعرف إيه الحلول اللي إحنا ممكن نلجأ ليها عشان نخفف الأضرار اللي ممكن تحصل لنا. وببساطة يعني حتى خرائط جوجل وويز، ويز جوجل شريتها، فيها خوارزميات بتقلل المسافة اللي انت هتروحها، بتحسن التنقل، بيقلل حركة الازدحام، كل الكلام ده مفيد جدا، ده بيخلي التأثيرات وغاز أو أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون يقل، فده مفيد، يعني ان انت بدل ما كنت ممكن تمشي في طريق ياخد منك ساعتين لقيت طريق تاني ياخد منك مثلا ساعة ونص، انت كده قللت نص ساعة من انبعاثات الكربون، فده مفيد. فمحتاجين ان احنا ندور على حلول للمشاكل اللي موجودة حاليا. ممكن نقعد مع الذكاء الصناعي كده ونقول له ادي لنا حلول، ونبدأ نشوف الحلول ونبدأ نخترع تطبيقات يكون فيها يعني استدامة اكتر، حتى في التصميم كل واحد في مجال التخصص بتاعه يبدأ يحاول ان هو يشوف ابسط حلول للمحافظة على البيئة وال